عملية ترغبت بها من صرت معاهم 3 عمليات. المناطق، أول عملية بين الحريجي والصور، وثاني عملية في غريبة، ثالث عملية الدشيشة. بيدي خلايا كثيرة يعني، ما إنه بس كذا واحد يعني، بس مخفية. تحدثت سابقا في تغطية لي من هذه المنطقة عن تحول هذه السيارة إلى شبحا للموت، تزهق أرواحا بين الفينة والأخرى، ولكنها الآن هي مجرد خردة أو كومة من الحديد. أخذت هذه السيارة صداها في ريفي الحسكة ودير الزور بعد تنفيذ هذه الخلية لعدة اغتيالات في المنطقة، وتحديدا بالقرب من الحدود العراقية. وآخر الضحايا كانتا السيدتين سعدة وهند، اللتان كانتا تعملان في المجال الخدمي. هذه المجموعة تعرضت إلى قصف من قبل مقاتلات التحالف الدولي بتاريخ 12 شباط من هذا العام، بعد أن بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحملة واسعة في أرياف المنطقة وصحرائها. قتل في هذه الغارة 3 أشخاص، 2 منهم عراقيان، أحدهم يلقب بأبو ياسين العراقي، وهو المسؤول المالي والاقتصادي لتنظيم داعش، والآخر أيضا يدعى بأبو قرار العراقي، والآخر سوري ينحدر من ريف دير الزور الشمالي. أما الآن فما يزال أحدهم على قيد الحياة، ولكنه معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية. حدروا هم الأربعة، أبو خالد، أبو عثمان، عمر والحجي، حدروا على البيت، فاتوا جوه. واني وقصورة ظلينا واقفين عند السيارة، حرس للسيارة إنه ما حد يتقلط أو شيء. فطلعوها بالسيارة من ورا، فربطنا يدينها، أحضرهن أبو عثمان، أخذهن على جنب. الدنيا ظلمة يعني، يعني ما ندل بالمناطق يعني، حيل يعني ما لي معرفة هناك يعني، أول مرة أروح يعني. فأحضرهن، كان يتكلم معان يتكلم معان، إحنا واقفين عند السيارة، كان يقوم يقوصهن قوصهن، وطلعنا بالسيارة. الحواجز الأمنية كانوا يتجاوزونها من طريق الصحراء، ما أنه يعني يمر حاجز أو شيء. مسؤولين اللي أعرفهم 2، أبو خالد وأبو عثمان، عندهم سيارات أتشمية. فذولاك الباجين عندهم دراجات نارية. تواصل التليفون ما في غير التليفون، الشبكة عندنا متوفرة بأي مكان يعني، حتى وقت تطلع الظاهرة يعني بمنطقة فيها شبكة، منطقة ما فيها، تطلع على منطقة فيها شبكة يعني. تليفونات على السيارة، القيادات طبعا عندهم سيارة، يشحن تليفونه على السيارة. اللي عنده موتور طبعا هم مبينين يعني موتوراتهم، شو يسوون؟ تجي على البطارية جهاز يشحن على الموبايل. قبل ما كان اعتقالي كان في عمليات يرصدونها، يريد يسوونها يعني يختالونهم. هن عارفهم عمليتين، واحدة بالسعدة الغربية، واحدة جاي من الصور، منطقة قالوها جاي من الصور. هذه التسجيلات كان يرسلها لأشخاص مقربين له للتحدث عن العمليات التي كان يقوم بها هو. هذه هي أحدى التسجيلات التي تتحدث عن اغتيال السيدتين سعدة وهند في منطقة تل أتشاير. عاد خلي تعال تفرج، واحدة زبدة واحدة طعام خير، بس تعال تفرج خلي الشغلة ايش لخنا عجية. لا لا هي المنطقة يعني، اذا افوت اضرب شراوية زين، ما حد يعرفني، ما حد شايفني بالمكان هذاك انا، عرفت علي المكان هذاك ما اروح علي يا اخي. ازلمة ما يعرفني، ازلمة انا شفته من بعيد شوفوني، قال هذا ازلمة من مسافة بعيد شوفوني، عرفت علي ما حد يعرفني، عرفت علي قليل ما هناك يعرفون. وقت راحت انا نزلت معهم من فوق من ظهر، منو عارفان اني معاهم؟ عرفت علي؟ ومغير لباس ولابس قناع ولابس ياشمر، من اللي يعرفك؟ ما حد راح يعرفك يا اخي. المشكله ما حد يعرفني هنا، عرفت علي؟ واخر اخر اخر الناس هو انا راح يشكوني، اخر بعد تسوون مع الناس كلها تشكون بالناس كلها، انا اخر واحد، عرفت علي؟ لازم تكون وقت تكون انت ما عندك شغل، لازم تكون طبيعي يعني، ما تظهر على حالك اي شيء،
يعني حتى إذا شفت الشخص نفسه يمشي بالطريق في عالم يعني ما تسلم عليه، إذا كان رفيقك بالدولة ما تسلم عليه. وقت تروح على عمليات أو شيء لازم تظل متلطم بيشمر تخفي وشك إنك ما تنعرف خالص. هم يقولوا لك يعني إيش ما يصير ما تسولف كل شيء، يعني لا شفت ولا عرفت ولا وين رحت ولا بأي منطقة خالص، يعني لازم ما تعرف كل شيء. هاي أول مرة يسوون عملية اغتيال بنات، هاي أول مرة يسوونها يعني. فأنا وقت خبروني طبعا بالطريق، وقت وصلنا قريب ما وصلت خبروني إن بنات يعني، فأنا انصدمت يعني. طبعا قوات سوريا الديمقراطية تتأكد من أحدث سيارات المشتبه بها في هذه المنطقة. قوات سوريا الديمقراطية تقوم بإجراءاتها حيث تظهر أن السيارة هي مشتبه بها، تظهر في الزجاج الأمامي عن تعرضها لإطلاق رصاص. طبعا نحن هنا في صحراء دير الزور، نبعد 40 كيلومتر عن الحدود العراقية. تساءلت أثناء حديثي مع أحد عناصر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية حول كيفية اختباء خلايا تنظيم داعش في هذه الصحراء. الجواب كان بأنهم يستخدمون أنفاق ومخابئ تحت الأرض، وحتى فهم يستخدمون الأقمار الصناعية للحصول على شبكة الإنترنت وألواح الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء والطاقة، ويتم أيضا تخزين الطعام والوقود لفترات زمنية طويلة ليتم من خلالها تنفيذ اغتيالاتهم وعملياتهم في هذه المنطقة.